قوات الدعم السريع هي واحدة من أبرز المجموعات المسلحة في السودان، وهي الآن محور الحديث ومركز الأحداث. فكيف تطورت إذن هذه القوة حتى أصبحت وحدة مثيرة للجدل في المنظومة العسكرية السودانية؟ بداية القصة كانت في عام 2003 مع اندلاع الحرب في إقليم دارفور غربي السودان. استخدمت حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير حينها رجالاً من قبيلة عربية في شمالي دارفور الذين شكلوا ميليشيات غير نظامية عرفت بالجنجويد بحجة الدفاع عن النفس ومواجهة عمليات النهب المسلح. نشطت هذه الميليشيات فيما بعد وبتشجيع من حكومة البشير في قمع المتمردين والتصدي لهم في دارفور. حينها برزت شخصيات عرفت بقربها من البشير، من بينها محمد حمدان دجلو المعروف بحميتي راعي الإبل الذي كان يتاجر بين السودان والبلدان المجاورة. حظي بمزيد من دعم البشير عام 2006 حين وافق على تدريب وحدة من حرس الحدود قوامها 1000 رجل بقيادة حميتي على يد ضباط من الاستخبارات والأمن. وفي عام 2013 تشكلت رسمياً قوات الدعم السريع، ورفض الجيش تبعيتها له فأصبحت تابعة للأمن والاستخبارات. في عام 2017 أجيز قانون برلماني اقترح إلحاقها بالجيش، ولكن حميتي هو من رفض هذه المرة وأصر أن تكون كياناً عسكرياً قائماً بذاته مثل الجيش والشرطة والأمن، قائده الأعلى رئيس الجمهورية، لتصبح بذلك في البلاد 4 قوات نظامية كل منها قائم بذاته. ترقى حميتي في الرتب العسكرية خلال تلك السنوات من جندي إلى أن حمل رتبة فريق أول، الرتبة التي لا تفوقها منزلة سوى رتبة البشير نفسه. يعتقد البعض أن وحدة الدعم السريع تضم 10000 من المقاتلين، ولكن العدد الفعلي غير معروف. في عام 2019 فاجأ حميتي السودانيين حين أعلن وقوفه ضد حكومة البشير خلال الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. عين حميتي نائبا لرئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ويشار حاليا إلى أن حميتي هو الرجل الأقوى في السودان ويحظى بدعم من الإمارات والسعودية. أما قوات الدعم السريع التابعة لحميتي فهي متهمة من منظمات حقوقية دولية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور منذ عام 2003 والوقوف وراء مقتل الآلاف وحالات اغتصاب واختطاف في الإقليم، وتتهم أيضا بإرسال أطفال قُصّر للمشاركة في حرب اليمن. كما حملتها المعارضة السودانية مسؤولية الهجوم على المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم، ويتهمها ناشطون بممارسة العنف ضد المعتصمين وإحراق جثثهم وإلقاء بعضها في نهر النيل. أما حميتي فقد قال إن عصابات تنتحل شخصيات أفراد قواته هي من تعمل على ترويع المواطنين السودانيين والاعتداء عليهم. فكيف سيكون إذن تأثير قوات الدعم السريع على مستقبل ما يحدث في السودان؟